الساعة 6 الصبح وانا على التلفزيون وما يعرف لي مقدم ليه. انا اقول لك اغلب المقدمين عندنا ما في سايره. انا بوريك تعال سايره. ايش تسوي هنا؟ اصبر بس يا ولد. يلا يا ولد حافظ على نقاطك تراك حطيتنا في عجله. الله يصلحك. حافظ على نقاطك الله يهديك. خلاص ابشر ترى نحن نتعب من بعده. ايش ردك عليهم؟ من هم؟ هذه رسالة لك. ما قريتها. الله والله والله هذا انا اقراها لك الان يا مريض. يا ولد يا ولد احترقنا احترقنا. انا لا انا خايف ان اقرا تغريده ويروح. تكفى خلاص انا ارجع. رجال يسولف معك. طيب العذر اسمه. لا تزود ماي لا تزود ماي. اوكي تعال تعال صرف الناس بس. تأكد ترى دقيقة. لا لا والله التغريدات راح اقراها لك. خلاص نفس الشباب بس تأكد من الطبخة. لانه ما بقى لانه ما باقي وقت. ما جاك قهر. كم باقي معنا يا شباب؟ نواف ماي 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 باقي ثلاث دقائق. طيب في اتصالات ولا ما في؟ عطني عطني تغريدتي. طيب ما في مشكلة خلينا نقرا آخر تغريدة. يلا طيب هذه التغريدة تقول يا مبدع الله يوفقك ويكتب لك كل خير. داخلك مشاعر جدا كثير. أنت نجم وتستاهل. استمر لا تتحطم مهما كانت الصعوبات. نحن خلفك واستمر يا بطل. الله يجعلني عند حسن ظنكم وإن شاء الله أنكم ما حطيتوا لها قوه إلا كذا قدمتها نفسي لأني أستاهلها وبإذن الله أني ما أخيب ظنكم وأني أرفع روسكم. أول شيء الشيباني، ثاني شيء الربعي، ثالث شيء الجمهوري. الله يجعلني عند حسن ظنكم وأبشر بالسعد والوعد قدام الحي بيشوف. كف. طيب بس في هذه الرسالة حط شيء مختلف. أنا من هو من الرسالة اللي كاتباها ريم. طيب الرسالة هذه تقول إن داخلك مشاعر وتخطاها. كيف يعني؟ أنت داخلك شيء تمام ولكن ما تبغى تظهره للناس. مثل ما أدري. أنا ما أدري إيش مقصد رسالتها. هل أنت في يوم واجهت صعوبات داخل البرنامج؟ الصعوبات كيف صعوبات؟ يعني صعوبات من المكان ما تأقلمت بسهولة ولا شوف أول يومني الصدق أول كان يوم واضح عليك؟ لا ما ترى أنا يعني إذا كان فيني حزن أو فيني شيء ما أحاول أوضح لأي شخص. تصير كتوم. لا لا صرت لحالي خلاص يعني تفض نفسك. ايه يا أبكي يا سير حياة الفهد اللي قد الحال. ايه ما أسكت. بالعكس بس إني يعني أمشي راحتك. يعني شوف نفس البرايم أمس أنا شوف ودي إني أمسك العيال ما أخليهم يبكون. ليش؟ إذا بكى يكسر خويه اللي قدامه اللي طالع ذا يبكي زياده ويكسر من يكسر امه اخوان اوات. فاحاول قد امس يمكن لو تركزت ترى اسحب واحد واحد احاول ادخلهم داخل اقول ابكي داخل واطلع بابتسامه. معليش الله يوفقكم يا رب. اللهم امين. فالكم النهائي باذن الله. اخواني حبايبي باقي دقيقه تفصلنا على نهايه الوقت. في الدقيقه هي هل راح تدخلك الصدمه ولا راح تخليك غسلكم قدره ترجع عشان تغرفون. طيب مرتاح غسلكم قدره عشان تغرفون فعشان كذا صحن غسلوا صحن.